الغذاء وفير، ويمكن لجميع حيوانات الغابة المتوسطية الاستفادة من فرصة هذا الموسم لإخراج صغارها إلى هذا العالم. عندما تكون الظروف الجوية مواتية وتستمر وفرة الطعام، يمكن لبعض أنواع الطيور مثل عصافير الشوك هذه وضع مجموعتين أو أكثر من البيض والاستمرار في تربية فراخها حتى شهر آب أغسطس. أنثى الرباح تستريح على فرع، لكنها لا تشيح بوجهها عن ذلك الجذع القديم الجاف على الأرض. ذلك الجذع يحرس أثمن كنز لديها. بعد فترة حمل دامت 10 أشهر، وضعت أنثى الرباح قطين صغيرين، وقد حان الوقت بالنسبة إليهما للبدء في اكتشاف العالم حولهما. لا يزال الهران صغيرين جداً ولا يجرؤان على المغامرة خارج الوتر. أما أمهما المتنبهة دائماً فهي في مكان قريب. على الرغم من أن حيوانات الرباح آكلة للحوم، إلا أنها تضم إلى نظامها الغذائي أيضاً الفواكه والبذور وحتى الأعشاب. إنها تحب أكل العشب بشكل خاص. حان الوقت لتناول شيء ما، فهي بحاجة لأن تأكل كثيراً لإنتاج الحليب لصغارها. وعلى الرغم من كونها على الأرض، فهي لا تدع جذع شجرة الدردار القديم يغيب عن نظرها. فمن بين هذا الغطاء النباتي الكثيف قد يظهر الخطر من أي مكان. مع درجات حرارة جيدة ورطوبة كافية في التربة، تنمو مراعي الربيع بسرعة. هناك أكثر مما يكفي من الغذاء للحيوانات العاشبة، ولآكلة اللحوم أماكن جيدة للاختباء. يرى غزال الحمور هذا خيالاً يختفي بسرعة تحت ظل الشجيرات. إنه ثعلب. ظبي الحمور هادئ، فالثعلب لا يشكل خطراً على غزلان كبيرة مثله. لكن الثعلب إذا صادف شادناً فلن يتردد في افتراسه. هذا الثعلب العجوز متوتر، فقد دخل أراضي ثعلب أصغر سناً وأقوى بنية. لقد فقد أذناً وناباً في معارك دموية سابقة، ولا يريد أن يصاب بأذى كبير مرة أخرى. إنه قلق ويشم بعصبية. لقد اكتشف رائحة الذكر الآخر. إنه ثعلب شاب. Congratulations. ويراقبه عن كثب. عندما يراه الذكر العجوز يقيم الوضع ويقرر المغادرة. فهو يعرف أن فرصته في الفوز بهذه المعركة ليست جيدة.
إنه يفضل البحث عن الغذاء في أماكن أخرى. بعض المناطق أكثر ثماراً وغذاءً من غيرها، ويسيطر عليها الأفراد الأقوى الذين يدافعون عنها بشراسة. لكن هذا الثعلب الشاب ليس مرتاحاً هو أيضاً، فقد دخل بدوره منطقة لا تخصه. يراقب زوج من العيون عن كثب كل حركاته. يجثم عقاب ذهبي في مكان غير بعيد فوق شجرة صنوبر. يلفت شيء ما انتباه الثعلب اليافع، ويصبح خوفه حقيقة واقعة، فقد ظهر المالك الحقيقي للمنطقة وهو لا يبدو سعيدا. ينسحب الثعلب اليافع مهزوماً، لكنه لن يعرف أبداً أن انسحابه هذا قد أنقذ حياته.